في كتاب حمل عنوان الإبراء المستحيل، قرأ رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون، فتحدث عن 260 صفحة تلخص 16 موضوعا يشكل كل منها منصة اتهام للتجاوزات والفضائح المالية بحسب قوله. فأطلق الجنرال الكتاب، ومعه أطلق حرب تحرير ضد الفساد كما قال: هيكلية الدولة فيها سلطات، فيها سلطة تنفيذية هي المسؤولة اللي بدها تتحسب، وفي سلطة قضائية هي بدها تحسبها. اليوم صحافة، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، مجلس نواب، كل الدولة اليوم تحت التجربة، يما بتوقف يما تنهار وبتموت. اوعى يعتقد حدا انه القضية مسحة او بيان انتخابي، أعمق بكتير، في جذور عميقة كتير للفساد بدها تنحفر عليها وتنقبع. وانتو مسؤولين، ممنوع النق كل واحد ببيته. ثوروا على الفساد تابع عون ولا تبقوا صامتين. لبنان لقط ميكروبات كتيرة خلال 20 سنة، وأكثر ميكروب هو كان فاسد الفساد. سلسلة من المسؤولين اللي تعاقبوا بال20 سنة الأخيرة معظمهم مرتكبين جريمة الفساد في الدولة، بعدهم متعاليين لأنهم ما وصلوا قدام المحققين الرسميين يلي هن بالقضاء، وهذا رح بيوصلوا له إن شاء الله قريبا. الحكومات اللي برئاسة حكم الحريري كانت هي لإفقار لبنان ولشل المؤسسات الوطنية لوضع اليد عليها. هيدي الخطة انتهت مثل ما قطعناه الورقة للحريري، وان واي تيكت، ذهب ولن يعود. في صعوبات كتيرة كانت قدر الرئيس حريري يتخطاها، وسهل تأليف الحكومة حاليا، وأكيد الموقف في شجاعة كبيرة، وبعتقد هون بكون التلاقي الجديد كتير ممتاز نحن وياه.